بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تشارك الملفات من الكمبيوتر للهاتف او من الهاتف للكمبيوتر، وكل ده هيتم لاسلكيا بدون اي كابل. اول حاجة انت هتعملها هتخش على الرابط الموجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو وتنزل البرنامج اللي هقولك عليه. والبرنامج اسمه شير ارت، والبرنامج ده بيتسطب على الفون وبيتسطب على الكمبيوتر. انا هفتح البرنامج. زي ما انت شايف كده البرنامج بسيط جدا، هو فتح معاك بالشكل ده كده. عندك هنا الاختيارين اللي هو انت بتستعملهم. عندك هنا رمز الاستجابه السريعه اللي هو رمز الكيو ار اللي انت بتعمله على طول مسح على الشرقة عندك على الفون، او في حاجه اسمها البحث عن نقطه الجوال. طبعا انت بتكون عامل وضع السيف عندك على الفون، بعد كده بتضغط على بحث عن نقطه الجوال وتنتظر لحد ما يبحث عن الفون بتاعك. زي ما انت شايف على طول عمل بحث عندي على الهاتف بتاعي. طيب انا عايز افترض مثلا ان انا عايز ابحث ابعت ملف من الكمبيوتر للهاتف. انا بروح عند الملف ده كده مثلا، اي ملف فين اهو مثلا الملف ده، بعمل شير فايلز. تمام. بعد كده بروح عند الفون بتاعي واعمل وضع الريسيف اللي هو الاستقبال. زي ما انت شايف هنا رفع لي الملف. بعد كده اعمل بحث عن نقطة اتصال الجوال وانتظر بس لحد ما يظهر الهاتف بتاعي، وعلى طول بضغط على الفون اول ما يجي يظهر يقول لي هنا جار الاتصال. وزي ما انت شايف على طول عمل ارسال للملف بتاعي. طيب انا عايز مثلا ادخل على البرنامج من غير ما اعمل كل ده. طبعا انت عملت اتصال اول مرة زي ما انت شايف كده، عملنا اتصال. هنيجي نرجع خالص، انا هخرج خالص اهو. تمام. وافتح البرنامج من جديد. طول هنا عندي الاسم بتاع الجهاز بتاعي اهو زي ما انت شايف. على طول بروح اضغط عليه، اضغط عليه كده هيعمل اتصال. على طول هيظهر لي الشاشه دي بعد ما يعمل اتصال. ابعت صوره او ملف او التقط حاجه من الشاشه، يعني التقط الصوره دي في الشاشه زي ما انت شايف. كذلك برضو انت لو حبيت تبعت حاجه للكمبيوتر بتعمل نفس النظام، يعني انت بتعمل نفس النظام، نفس الربط ونفس كل حاجه، يعني زي ما انت بتعمل في التليفون انت هتعمل في الجهاز. البرنامج بسيط جدا واستعماله بسيط جدا، مفيش فيه اي مشاكل. انا كده خلصت شرحي، اشوفكم المره الجايه. لو احتجت اي حاجه كلمني في كومنت هرد عليك ان شاء الله. مع السلامه.